مستمعين نشوف تلفزيون سهلان، مرحبا بكم معنا في البث المباشر من طريق الرابطه من اقليم تطوان، من طريق الرابطه بين تطوان شفشاون. حريق قوي هنا بالغابه ديال بني حسان متسبعين، بعد ما تم السيطره على الجزء الاول على اليسار ديالكم متسبعين في كما كتشوفوا عناصر الوقايه المدنيه والدرك الملكي وحضور كذلك تعامل اقليم تطوان. غادي نمشيو في هذه الجهه متسبعين لان كاين دخان الكثيف والحريق هنا قوي متسبعين، ارتفاع درجه الحراره من اللهبه، صعيب علينا اننا نقربوا لديك المنطقه اللي فيها الحريق، ولكن حريق قوي بسبب ارتفاع درجه الحراره اللي كتعرفوا هنا متسبعين كما قلت في طريق الرابطه بين تطوان وشفشاون. حراره مفرطه واللهبه كذلك، انتم كتشوفوا الدخان الكثيف وكاين العافيه شعله لهيه في ديك الغابه لانه ودت عدد كبير ديال الهكتارات متسبعين. بغينا نقربوا العين المكان ولكن نظرا لارتفاع درجه الحراره واللهبه ديال العافيه متسبعين، انتم كتشوفوا عناصر ديال الوقايه المدنيه هنا والدرك الملكي في الطريق الرابطه بين تطوان واقليم شفشاون. جرت العاده ان هذه المناطق دائما متسبعين كتكون فيها الحرائق في هذا التوقيت بالضبط، هذه اول مره الان في زمن كورونا في هذا التوقيت بالضبط تشعل العافيه هنا في الغابه ديال بني حسن في طريق الرابطه كما قلت بين تطوان وشفشاون. غنحاولوا نقربوا رغم ارتفاع درجه الحراره متبينه والصهد اللي كاين هنا، غادي نحاولوا نقربوا لان كاين عناصر الوقايه المدنيه اضافه الى بعض العمال اللي تيطفيوا الحريق. كما كتشوفوا الضباب الكثيف متبينه والحراره مفرطه بسبب هذه الهبه ديال العافيه. غادي نحاولوا نقربوا نشوفوا نوضعكم في الصوره، ربما العافيه كتبان لكم متبينه من هنا، ولكن كما قلت ارتفاع درجه الحراره قويه الان هنا بسبب هذا النيران اللي شعله في الغابه ديال بني حسان في طريق الرابطه بين تطوان وشفشاون. اذا كما كتشوفوا متسبعين في هذه الاثناء انتم كتشوفوا الحريق مع الرياح ساهمت بشكل او باخر في هذا الحريق هنا في هذه الغابه ديال بني حسان اللهبه الحقيقه، لانه ارتفاع درجه الحراره قويه الان هنا مع الريح ساهم بشكل او باخر في انتشار هذا الحريق متسبعين. اذا كما كتشوفوا حريق قوي متسبعين هنا في هذه الغابه. غادي نحاولوا نقربوا من جهه اخرى ونعطيكم هذه الصور. اي 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 كنعتذر لان كنت غادي نطيح في الحقيقه. غادي نقربوا متسبعين هذه الجهه وعاد شوفوا معنا الاجواء كيفاش دايره الان متسبعين. كنشوفوا احنا معكم في هذا المباشر من الغابه كما قلت الرابطه بين طريق شفشاون، وعندنا الريح تيساهم بشكل او باخر متسبعين. غادي نحاولوا نطلعوا من هنا، تيصعب عليا نطلع ولكن عادي نغامر متتبعينا احماضيره لانه نيران قويه الان مستبقا. نشوف تيفي حنا معكم في هذا البث المباشر كما كتشوفوا بحضور عناصر الدرك الملكي للوقايه المدنيه اضافه للعمال اللي تيساهموا بشكل او باخر في اخماد هذا الحريق. اذا كما كتشوفوا متسبعين رياح قويه وحريق قوي هنا في الغابه ديال بني حسان في طريق الرابطه. حذاري عندك يا ولدي عندك، ان الرياح كتساهم بشكل او باخر في الانتشار هاد العافيه متسبعين. ارتفاع درجه الحراره اللي طلعت بديك الجبل انتم كتشوفوه اللهبه متسبعين، الحراره مفرطه بسبب هاد النيران هنا في هاد الغابه. ضربوا الله في القريب العاجل الله يحفظ، نتمنى يتم السيطره عليها، ولكن الرياح كتساهم بشكل او باخر انتم كتشوفوا متسبعين الرياح القويه اللي كاينه هنا في طريق الرابطه بين تطوان شفشاون على مستوى منطقه بني حسان. اذا كما كتشوفوا متابعينا حريق قوي هنا في الغابه ديال بني حسان بالضبط. نحاولوا نقربوا هذه الجهه وشوفوا السنه النيران يعني طالعه بقوه نظرا للرياح القويه متسبعين الله يحفظ اللي كتعرفها الان هذه المنطقه باقليم شفشاون. انتم كتشوفوا الرياح كتساهم بشكل او باخر في انتشار الحرائق. اذا متسبقا نشوف تيفي من طريق الرابطه بين تطوان شفشاون بالضبط جماعه الحمراء باقليم تطوان، حريق قوي هنا في هذه الغابه متسبعين. انتم كتشوفوا السنه النيران الله يحفظ، نطلبوا الله يتم السيطره عليها بالكامل في القريب العاجل، ولكن بشكل او باخر الرياح كتساهم في انتشار هذه الحرائق متسبعين. الرياح قويه كتساهم بشكل او باخر في اندلاع هاد النيران لانه شعلت العافيه في جهات اخرى متسبعين كانت تم السيطره عليها. بعد ما تم السيطره عليها بالكامل عاود دمرت العافيه في جهه اخرى متسبعين في الشق العلوي ديال الطريق باش تعرفونا متسبعين فين حنا بالضبط. هذه الطريق الرابطه بين تطوان وبني حسان على مستوى اقليم تطوان في اتجاه مدينه شفشاون.
حريق قوي متسبنه كما كتشوفوا. كما قلت انا تم السيطره على الجزء الاول، ولكن الرياح ساهمت بشكل او باخر في اندلاع هاد الحرائق، لان مساحه كبيره ديال الاشجار اللي تضررت في الجزء الاول على اليمين ديالنا متسبنه، ولكن شاءت الاقدار انه تنتقل بسرعه كبيره متسبنه، انتقلت هاد النيران كما كتشوف. الرياح قويه كتساهم بشكل او باخر في اندلاع هاد الحريق. الحريق طبعا كما قلت في منطقه بني حسان في طريق الرابطه بين تطوان وشفشاون، للاسف نتمنى بالفعل تتم السيطره عليه بحضور عناصر الوقايه المدنيه والدرك الملكي وعمال الانعاش الوطني طبعا اللي تيساهموا بشكل او باخر باخماد هذا الحريق. ولكن الرياح لعبه دور كبير متسبعي قنشوف تي في، الرياح لعبه دور كبير هنا في انتشار هاد الحرائق. نتمنى الله في القريب العاجل انه تتم السيطره عليها، ما بغيناش الملك الغابوي يتضرر اكثر، ولكن شاءت الاقدار انه ممكن مع الرياح تساهم بشكل او باخر. كما كتشوفوا عمال الانعاش الوطني الله يعاونهم تاهما تيساهموا في اخماد هذه الحرائق، ولكن الحيطه والحذر لان الرياح كتسير بسرعه ممكن تفاجأ اي واحد متسبعنا. اذا الحيطه والحذر، نتمنوا بالفعل تتم السيطره في القريب العاجل على هذا الحريق اللي باش ما يمتدش لمناطق اخرى متسبعنا. وانتم كتشوفوا السرعه ديال الرياح والصوت اللي كتخلفوا هاد الغابه الان بسبب هاد الحرائق. لنا متسبقا شوف تي في مباشرة معكم من قاعة من بني حسان. الريح الشريف، الريح عنده يحاصرك. لنا كما كتشوفوا متسبين احنا معكم في هذا البث المباشر من الغابة ديال بني حسان، خطر مهدد. نتمنوا بالفعل تتم السيطرة بالكامل على هذا الحريق، طبعا في انتظار وصول عناصر الوقاية المدنية، لأنه ما كاينين هنا متسبين، كاين الشاحنة هي جات. نتمنوا بالفعل أنه يتم التدخل بعجاله وتتم السيطره، لانها هي ارتفعت الان شراره ديال العافيه، ها هي الان كترتفع بسبب الرياح اللي كتعرفها المنطقه متسبعينا الله يحفظ، يعني رياح قويه وكتساهم كذلك في اشعال النار. نتمنوا بالفعل انه تتم السيطره في القريب العاجل على هذا الحريق. كما قلت انا الجزء الاول تم السيطره عليه على اليمين ديال الطريق، ولكن ارتفاع درجه الحراره والرياح القويه ساهمت بذلك في هذا الحريق. في هذه الاثناء كما كتشوفوا الشاحنه الحجم الكبير ديال الوقايه المدنيه كتوصل الضباب الكيت، يعني الضبابه والحراره متسبينه، تيصعب عليا حتى الرؤيه لانه الضبابه والدخان طبعا تيخنق. نتمنوا بالفعل تتم السيطره في القريب العاجل، تيصعب عليا التعليق متسبينه، تيصعب عليا التعليق لانه رياح قويه. انتم كتشوفوا كيفاش كيفاش كتجيب الدخان السنه النيران متسبينه في هذا الاتجاه. حذاري ثم حذاري طبعا كاين العمال ديال الانعاش في اللي تيديروا يد الله، ولكن الحيطه والحذر لان الرياح قويه متسبينه كتشكل واحد الخطر محدق. نتمنوا تتم السيطره في القريب العاجل، وانتم كتشوفوا الارتفاع ديال السنه النيران عفوا مع الرياح، الرياح ساهمت بشكل كبير متسبينه في هذا الحريق اللي كتشوف. نتمنوا بالفعل التدخل العاجل ديال عناصر الوقايه المدنيه اللي حطوا الرحال بحضور عناصر الدرك الملكي طبعا ومسؤولين السلطات المحليه. نتمنوا بالفعل تتم السيطره في القريب العاجل على هذا الحريق الذي ارباك الحسابات هنا مع ارتفاع درجه الحراره والرياح مباشره من طريق الرابطه بين تطوان شفشاون والجوهره الزرقاء. احنا كنا في مدينه شفشاون بعد ما وضعنا بعد ما عملنا الروبورتاج في مدينه شفشاون، والمباشر من صحة الحمام ماجين تطوان صدفه لقينا هذه الحرائق تنخر الغابه متسبينه. وانتم كتشوفوا الرياح القويه كتساهم بشكل او باخر. طلبوا الله في القريب العاجل الله يسهل الامور ويتم السيطره على هذا الحريق في القريب العاجل. اذا من تطوان في طريق الرابطه بين تطوان شفشاون متسبينه، حريق مهول في هذه الغابه بعد ما انتشرت في الجزء الاول تم السيطره عليه، عاود انتشرت الجهه اخرى متسبعينا. ما عرفناش واش بفعل فاعل ام ماذا، هذا هو السؤال، واش بفعل فاعل ام ماذا. نتمنوا بالفعل تم السيطره على هذا الحريق في القريب العاجل. عناصر ديال الوقايه المدنيه انتم كتشوفوا متسبعينا حاضرين في انتظار التدخل في هذه الجهه، لانهم كانوا في جهه اخرى. تم السيطره على الحريق، وفي هذه الاثناء كما قلت انتم كتشوفوا شنو اللي واقع. اذا كترتفع مع الرياح القويه متسبعينا، انتم كتشوفوا ماشي كتمتد مشا كتمتد لجهات اخرى الحيطه والحذر. نتمنوا يا ربي السلامه يتم السيطره على هذا الحريق في القريب العاجل متسبعينا، هذا هو الاهم. اذا مباشره من طريق الرابطه بين تطوان شفشاون حريق مهول بالغابه، بعد ما كان الحريق في الجهه السفلى ديال الغابه باش تعرفوا الطريق، كانت في الجهه السفلى تم السيطره عليه وانتقلت بفعل بقدره قادر هنا هذا الجزء العلوي. ما عرفناش
واش بفعل فاعل أم ماذا؟ هذا هو السؤال في انتظار التحقيقات اللي عتبشرها السلطة المحلية والتراك الملكي لمعرفة الأسباب والدوافع الحيتيات الحقيقية ديال هذا الحريق. نتمنى بالفعل السيطرة المتسببين على هذا الحريق القريب العاجل. هذا هو أن من كما كنشوف رياح قوية كتساهم بشكل أو بآخر في الأثناء طبعا نتيجة العناصر الوقاية المدنية ومساعدة عناصر ديال الإنعاش الوطني تيدخلوا من أجل إخماد هذا الحريق. في هذا الأثناء طبعا كما كتشوفوا في هذا الأثناء الشاحنة ديال الوقاية المدنية متسبعين كتحط الرحال هنا باش يدخلوا مساعدة عمال الإنعاش الوطني والعمال. نتمنوا بالفعل يتم الإخماد هذا لأن رياح قوية كتساهم بشكل أو بآخر كما كتشوف رياح قوية متسبعين كتساهم في هذا القضية. نتمنوا بالفعل يتم السيطرة على هذا الحريق متسبعين في هذا الأثناء. أنتم كتشوفوا عناصر الوقاية المدنية سيدخلوا باش يطفيوا هذه العافية ونتمنوا من الله أنهم يسيطروا عليها في القريب العاجل. أنتم كتشوفوا معنا متسبعين. إذن كما كتشوفوا معنا متسبعين في الطريق الرابطة بين تطوان إقليم الشاون حريق مهول. الآن عناصر الوقاية المدنية تتدخل باش تتم السيطرة على هذا الحريق في هذه الغابة متسبعين. وانتم كتشوفوا شنو واقع الرياح قوية كتساهم كذلك في اشتعال النيران رياح قوية. نتمنوا بالفعل تتم السيطرة في القريب العاجل على هذا الحريق. نتمنى إذن انتم كتشوفوا متسبعين ربما كاين ما عرفتش دخل كثيف الان نيران هنا كتفرق طبعا بين اليمين وعلى اليسار مع الرياح كتساهم بشكل او باخر في انتشار النيران المتسبعين. كنتمنوا بالفعل يتم السيطره على هذا النيران كما كتشوفوا معنا متسبعين. إذن كما كتشوفوا متسبعين كنشوف تبعنا معكم في هذا البث المباشر من الغابه ديال بني حسان. الدخان واو نمشي بالعكس ديال الدخان. صعب عليا متابعينا الدخان الكثيف تيربك على الحسابات في الحقيقه عيني تيضروني مع نسيت النظارات الشمسيه. هذا مشكل ولكن نتمنوا تتم السيطره يا ربي السلامه على هذا الحريق. هذا هو الاهم. اذا من الطريق الرابطه بين تطوان شفشاون منطقة بني حسان حريق كما كتشوفوا تدخل عناصر الوقايه المدنيه بحضور عناصر كذلك الدرك الملكي والسلطات المحليه وعمال الانعاش الوطني. نتمنوا تتم السيطره على هذا الحريق متابعينا. لكن الرياح انتم كتشوفوا كتساهم بشكل او باخر في انتشار الحريق. رياح قويه كتساهم متسببه. إذن متابعينا كما كتشوفوا عناصر الوقايه المدنيه والدرك الملكي وعمال الانعاش الوطني تيساهموا بشكل باخر في اطفاء هذه النيران. نتمنوا بالفعل تتم السيطره في القريب العاجل. إذن متسبعين احنا مازال معكم في هذا البث المباشر. طبعا الدخان تخليه في عيني صعب عليا عيني تيدمعوا ما كنشوف والو في الحقيقه ولكن كنشوفوا مجموعه ديال الشباب ديال المنطقه حتى هما تيساهموا في الاطفاء ديال هذا الحريق. نتمنوا بالفعل تتم السيطره عليه كما كتشوفوا معنا متسبعين احنا معكم مباشره في طريق الرابطه بين تطوان شفشاون. الرياح قويه
كتساهم في اشتعال النيران، رغم ان هذا الجزء الاولي امامكم كتشوفوا كانت تطفى، ولكن للاسف انه ارتفع بسبب الرياح القويه اللي كتعرفها المنطقه. نتمنوا بالفعل تتم السيطره على هذا الحال في القريب العاجل دابا الصغيره، لان كاين رياح قويه حتى هي كتساهم في انتشار هذا الحريق كما كتشوفوا معنا في الصغيره. إذن كما قلت متسابقا شرطي في عناصر الوقاية المدنية، يعني طبعا تتسرع الزمان من أجل إخماد هذا الحريق. نتمنوا بالفعل تتم السيطرة عليه، رغم الرياح القوية كما قلت كتساهم في اشتعال النيران، ولكن نتمنوا تتم السيطرة في القريب العاجل باش ما تنتدش الباقي المناطق. حضور طبعا مجموعة ديال الشباب ديال المنطقة، وانتم كتشوفوا الدخان الكثيف اللي تيحنق الشباب اللي باغيين يساهموا في إخماد الحريق. متسابقا ليس صعب علينا كذلك، تيصعب علينا لا الرؤية ولا التنفس، غادي نحاولو نرجعو ليه، لأن الدخان الكثيف متسبعينا تيساهم في ضيق التنفس، هذا هو المشكل. إذا نتمنوا بالفعل تتم السيطرة على هذا الحريق متسبعينا، الدخان الكثيف تيصعب علينا أننا نشوفو ولا نعلقو، ولا حتى بالنسبة للناس اللي تيطفيو مساكن الله يحسن العوان، لأن خص لي بومباس ديال الأكسجين، ولكن للاسف ها هي العافيه عاودت من جديد بعد ما تم السيطره عليها متسبعينا، عاود دمارات من جديد. وانتم كتشوفوا الدخان الكثيف، نتمنوا بالفعل تم السيطره كما كتشوفوا معنا في هذا البات المباشر. اذا متسبعينا عاليه ها هي عاود نيران اندلعت من هذه الجهه هذه كما كتشوفوا، للاسف عاود اندلعت لان الرياح قويه متسبعينا، الرياح قويه كتساهم في انتشار هذا. الرياح قوية متسبعينا، تيصعب عليهم السيطرة، لأن الرياح كتساهم بشكل أو بآخر في هذا المشكل. لأن كما كتشوفوا معنا متسبعينا في طريق الرابطة بين تطوان شفشاون حريق قوي في الغابة المجاورة طبعا ديال بني حسان. انتم كتشوفوا الشاحنة الأولى ديال الوقاية المدنية والشاحنة الثانية اللي هي كتحمل الصهريج، ونتمنوا بالفعل تتم السيطرة كما قلت على هاد الحريق. طبعا الرياح قوية كتساهم بشكل أو بآخر، هذا هو المشكل. نتمنى بالفعل تتم السيطرة على هذا الحريق متسبعينا، لأن رياح قوية، رياح قوية هي كتساهم بشكل أو بآخر في هذا المشكل مع الدخان. كما كتشوفوا الدخان الكثيف طبعا تيصعب في الحقيقة، تيصعب مع الرياح كتساهم بشكل أو بآخر في هذا الحريق. دخان قوي متسبعينا، تيضر في العينين الحقيقة، صعيب باش تبقى قريب لهاد العافية. ونتمنوا تتم السيطرة عليها، لأن الرياح القوية اللي كتعرفها المنطقة ساهمت بشكل كبير
ساهمت بشكل كبير في الاندلاع ديال هذا الحريق، ونتمنوا بالفعل تتم السيطرة عليه في القريب العاجل. كاين عافيه في جهه اخرى متسلله انتما كتشوفوا اندلعت، عاود لها في جهه اخرى للاسف انتما كتشوفوا العافيه في جهه اخرى. اوف، حريق اندلع في جهه اخرى متسلله. لا ما عرفناش، هذا الشيء غريب في الحقيقه، هذا الشيء غريب في الحقيقه. حريق في جهه اخرى، عاود في انتظار سيارات شاحنات الاطفاء تنتقل لجهه اخرى، لان يا ربي السلامه كتضرب على اليمين كتضرب على اليسار، لان الرياح قويه كتساهم بشكل او باخر في هذا الحال. حريق في ضفه اخرى كما كتشوفوا الصوره واضحه، في ضفه اخرى متسبينه. نتمنوا يتم السيطره على هذا الحريق على مستوى اليمين واليسار، ولكن الرياح كتساهم بشكل او باخر، الرياح قويه كتساهم بشكل او باخر متسبينه. طبعا بعد ما تم السيطره نسبيا على هذا الحريق على المستوى اليسار، امامكم على اليمين حريق اخر تيندلع، هذا هو المشكل. متسبعينا كان معكم معتكف في هذا البث المباشر، غادي نعود لكم في مباشر اخر بعد لحظات. نشوفوا جهه اخرى، كاين عمال الانعاش الوطني تيطفيو وعناصر الوقايه المدنيه ينتقلوا لجهه اخرى، نطلبوا الله السلامه وغادي نمشيو لجهه اخرى باش نشوفوا شنو كاين. شكرا لكم، كان معكم معتكف مباشره من طريق الرابطه بين تطوان شفشاون. نتمنوا بالفعل يتم السيطره، هذا هو الاهم، هذا هو الاهم. تعليق انه بالفعل تم السيطره، طبعا لانه هو صعب على العناصر الوقايه المدنيه، لان الريح تيساهم بشكل او باخر، تيضرب على اليمين كيضرب على اليسار. شاحنه هنا وشاحنه اخرى، راه هي وشاحنه، هذه الصفراء حتى هي ماشيه باش كلا تدخل، هذا هو المشكل. نتمنوا بالفعل تم السيطره على هذا الحريق متسبعينا. شاحنه صغيره الصفراء هي عاد تنتقل لجهه اخرى، لان الحريق كل بلاصه فيها شاحنه خرطوم ديال المياه ديالها، رغم غادي نعتبروا ما عرفتش واش هذا هو النيفو اللي خصو يكون فيه الماء قليل ولا خصو يكون كثر، انا ما يمكنش نجاوب على هذا السؤال. شي متخصص هو يعطينا واش خصو يضرب البريسيون بزاف ديال الماء بزاف باش تمشي العافيه لغيا، ولا يمشي معها دقه دقه باش نكونوا واضحين المتسبعين.